3 معالق كبيره مسترده ديجون، 3 معالق كبيره خل ابيض، نص معلقه صغيره ملح، شويه فلفل اسود، نص كوبايه زيت زيتون. دي برضو من الحاجات من الصوصات الكلاسيك اللي هي ايه الاساسيه. هنخش بعد كده في حاجات مش اساسيه مختلفه. يبقى انا هحط 3 معالق، زي ما قلت برضو انتم ممكن تحطوا اي صلصه، اي مستردة مختلفة، مش لازم ديجون، ممكن المستردة اللي هي ايه المصرية حلوة برضو. هنحط بقى زيت الزيتون، هنحط 3 معالق خل. انا شايفة هنا خلاص ابتدى اهو نزل كذا حاجة. هنحط بقى الخل 3 معالق، هنحط الملح والفلفل. زي ما قلت برضو الصوصات دي احنا نقدر نعملها ونسيبها في التلاجة لانها كمية حلوة تنفع الاسبوع كامل. بس كده بنرجها، وده كده احنا خلصنا الدريسنج النوع ده اللي هو ديجون دريسنج. بس هو يفضل نستخدم في دي بالذات الديجون اللي هو المستردة الفرنساوي، بتتباع عادي في السوبر ماركت. خلاص كده ده خلص معانا، بنقلبه بس كويس جدا عشان ما يبقاش في اي حتت مستردة.